اي القصة الله يسلمها سلمها. هذه فكست عندي صغيرة وربيتها عندي صغيرة وخليتها على البركة، كنت بديش اخذ طولها الا بعد فترة. هاي راح تصير اطول حية عندي من نوعها. سمري جيسيكا طولها 6 متر. حكيت هاي فكست عندي ربيتها صغير طعميتها منيح، بدي اشوف كم صار طولها. ان شاء الله انه بجوز اكثر من جيسيكا. حركيش سمري، طبعا هي كانت وهي صغيرة نضل نحملها ونلعب فيها وأليفة، بس هكيت صارت شرسة شوي متعب لأنه زمان ما طلعناها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أدق إشي الواحد يأخذ كياس الحية بس على الخيط، على المتر بنفعش بصراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل هون طبعا احنا اتعبناها الناس عم نتعب فيها عشان تهدى، اللي هي قوية جدا. المتر وين؟ موجود. بس يا سمري سمري طب نكمل هيك لحد هنا. والمتر هاي اعطيني المتر. بلش من هنا. أربعة متر يعني 4 متر بالضبط ونص، ولا كل هالطول 4 متر ونص. لسه بدي أفت عدس. هاي لازم أقل إشي يوصل طولها 8 متر. إذا وصل طولها 7 متر ونص مش 8 متر إنجاز. 4 متر ونص كل هالطول، أنا توقعت أكثر من هيك. رجعها احملها يلا بقى. خلص رجعها محلها يلا. بس دير بالك طبعا هاي أصلة قوية جدا، بدها 3 4 5 يحملوها. دير بالك انتبه وعتلف حالها. ايوه دير بالك شوي 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 يلا.